مرحبا، معكم سامر من شركة مينا موتورز. اليوم معنا سيارة سوزوكي بالينو 2023. السيارة بتتوفر بثلاث عدسات أمامية LED، كاميرات 360 كام. طبعا السيارة بتتوفر على الدخول الذكي. منشغل السيارة، طبعا السيارة تشتغل بوش ستارت على البصمة، بين التطعيمات البيانو بلاك وفولدينج ميرور، كلايمت كنترول، كروز كنترول، رؤية محيطية مثل ما لنا شايفين. في عنا الهيد اب ديسبلاي، طبعا هذا بيظهر لك المعلومات الكيلومتراج والتفاصيل كاملة للسيارة، وفول ميديا ستيرينج، تحكم كامل بشاشة بقياس 10 انش. خلينا نجي للخلف. كاميرا خلفية LED للوقوف، ساعة تخزين للأمتعة، حاجة جيدة جدا. عن السيارة بتتوفر بأي سي خلفي، شاحن واحد تايب سي والثاني USB عادي. ما بننسى تطعيمات الكروم الكامل بأطراف السيارة. وهيك بننهي معنا سيارة سوزوكي بالينو 2023.